مرحبا، اليوم في هذه الحلقة أريد أن أجيب على تساؤل لطالما تم توجيهه لي باستمرار، هل هناك صحيح هل هناك شعر عماني؟ نعم هناك شعر عماني، والشعر العماني يعد أهم ركن من أركان الشعر العربي، ويكفي للشعر العماني أن يمتلك قامة مثل قامة الخليل بن أحمد الفراهيدي، هذا الإيقاعي العروضي الذي حدد موازين الشعر. الشعر العماني متميز عبر التاريخ وله دور فاعل في المشهد الثقافي العربي، ويكفي أن أذكر مجموعة من الأصوات الشعرية المتميزة حاليا مثل الشاعر هلال العامري، الشاعر سيف الرحبي، الشاعرة سعيدة بنت الخاطر، الشاعر حسين المطروشي، الشاعر سعيد الصقلاوي، وأنت في عمان تجد نفسك داخل كوكبة من الشعراء، كوكبة من المبدعين الذين يشتغلون على تطوير مهاراتهم الشعرية، وبالإضافة إلى المشهد الروائي والمشهد القصصي، عمان غنية بالأصوات الإبداعية. اليوم سأتوقف تحديدا عند تجربة متميزة وعند كتاب أعجبني، الكتاب هو وصايا قيد الأرض للشاعر العماني سعيد الصقلاوي. سعيد الصقلاوي طبعا شاعر تجربته امتدت لأكثر من 30 عاما، أصدر أكثر من 3 مجاميع، أول مجموعة كانت هي مجموعة ترنيمة الأمل صدرت عام 1975، ومجموعة ثانية أنت لي قدر 1985، وصحوة القمر 1996، ترجمت قصائده الشعرية إلى لغات مختلفة، وهي باستمرار مدار اهتمام الثقافة العربية والعالمية. طبعا سعيد هذا الكتاب صدر عام في طبعته الثانية، صدر عام 2016 عن المركز الدولي للخدمات الثقافية، وصدر طبعته الأولى في عام 2015. في هذا وقدم لهذا الكتاب الأستاذ محمد حسن عبد الله، ومجموعة والمقدمة كانت بعنوان الملاح العماني يسترد صوته. لماذا اخترت هذا الشاعر؟ لان هذا الشاعر يحاول باستمرار ان يطور من مهاراته الشعرية وان يكتب القصيدة المبتكرة، الصور الشعرية المبتكرة في هذه المجموعة التي تعتبر يعني المحطة الجديدة من محطات الشعر. حاول أن يرسم صوراً شعرية يختلط فيها المبتكر بالجذر العربي، فمثلاً هناك قصائد كثيرة تجد فيها النفس التاريخي، مثلاً قصيدة سلام على الرافدين، وقصيدة ناجى فيها عبد الرحمن الداخل. فتى قريش يدفق صوتك في دمي يرن، يدفق صوتك في دمي يرن، أسعى إليك وأهدابي تحن، لاحت نخيلك في عيني وفي سمعي وقلبي بأحلام تئن، كم فتشوا عنك جلد الليل، كم فتشوا عنك جلد الليل، أوغر الضحى جند الرمل وطن، تصفر الريح في أكفهم وقلبك المستفز يطمئن، فما التخوف إلا بدعة بها تعوذ رعدي. الديوان ضم 31 قصيدة شعرية ناقشت هذه القصائد قضايا شتى، ناقشت الحب، ناقشت المجتمع، ناقشت الثقافي، الهموم الراهنة. يقول الشاعر في واحدة من قصائده، يقول خطى بقلب الليل يشتعل، ورغم الجد بي
ينهطل يوزع أنس بهجته، ولكن روحه الوجل ويسكر بالهوى والشعر من إحساسه ثمل. القصيدة طويلة ولكنه يشتغل على تفعيلات تتسق مع طبيعة الصورة الشعرية. هناك قصيدة طبعا في هذا هذه المجموعة الشعرية، هناك قصائد قصيرة يستخدم الشاعر تقنية القصيدة الومضة، لكنها تفتح باب التأويلات كثيرة. ممكن أنا في لحظة من لحظات أحسست بأنها ممكن أن تكون مسجات بين العشاق. يقول في قصيدة، يقول ادنوا مني، القصيدة عنوانها يقول ادنوا مني، ادنوا منك كي تسمع نبضي، فادنوا مني كي أسمع نبضك، واجمع بعضي في كفيك، أجمع في كفي بعضك، واجعلني عينيك لكي لا أبصر إلا نفسك. القصيدة هي في إطار الحب، في إطار ثقافة الحب، ولكنها تنتقل من الحب المادي إلى الحب الروحي. فهذه القصيدة يمتزج فيها الإحساس الحب بالنفس الصوفي، فتجد الرغبة في الحلول بالذات المعشوقة، يعني حلول الذات العاشقة بالذات المعشوقة. هناك قصيدة أيضا ناقش فيها، قصيدة أخرى أيضا يقول فيها هو يتقرفص منتحيا، يكتظ به صمته ويدولبه صوته، يتسكع في قلب الرؤيا، لا يملك ساعته الحجرية أو أشياء، لا يملك أنفاسا صبحا صحبا سحفا ظلا طللا شغفا تمرا إربا هما عنبا دارا أو أسرارا، لا يملك نظرات تتبصره عجلا تتفرسه خجلا. طبعا القصيدة هذا استخدم الشعر في إطار هذه القصيدة الكثير من المهارات الطبيعية، فنجده ينثر البيت الشعري إلى كلمات متفرقة، وهو كأنما وهو أيضا اشتغل على تقنية الموشح، ولكنه موشح المعاصر الذي يمتزج بهم اللحظة الراهنة. وفي قصيدة اسمها باب الليل ناقش فيها الشاعر عتمة الراهن، وكيف أن هذه العتمة يعني استطاع الشاعر من خلال صور شعرية واضحة أن يوصل رسالته الواضحة. أيضا يقول مشعشع خلف باب الليل يعتصم، هذا الذي في هواه تلهث الأمم، هذا الذي باسمه تختال أمنية، وباسمه تسفك الأخلاق والقيم، وباسمه تشنق الأزهار يانعة، ويستباح السناء الطهر والحرم، وباسمه تصلب الأحلام نابضة، وينخر الجوع في الشريان والسقم. كم أشعل الحزن في الأفراح فاحترقت تحت القنابل، لا ذنب ولا جرم، فلا ضمير ولا حسنى ولا ندم، كأنما الخلق في قانونه عدم، يحل كل حرام غاشم شري، ويقهر الحق وهو الراسخ العلم. كأنما يناقش الشاعر طبيعة الشر، طبيعة الشر بكل تفاصيله، وكيف للآخر أن يبرر هذا الشر تحت أي عنوان من العناوين اللافتة. المجموعة برمتها تجد منها وصايا في التسامح، وصايا في حب الآخر، وصايا في فتح الباب أمام الاختلاف، أمام رفض ما يجري على الرهن المعاش من ثقافة النحر الجماعي، من ثقافة العتمة التي يعيشها العالم العربي. هذه المجموعة الشعرية هي مجموعة جديرة بالقراءة وتستحق الاهتمام، وتجربة الشعر جديرة أيضا بالنظر إليها كتجربة رائدة في مجال الشعر العربي. أشكركم في نهاية هذه الجلسة، وأتمنى أن تكون هذه القراءة عجبتكم. إذا كانت لديكم أي معلومات أو أي ملاحظات أو تعليقات أرجو أن تكتبوها أسفل،
الرابط، وأيضا بالنسبة للشعراء والروائيين والقصاصين الشباب. أرجو التواصل معي ليكون ما يكتبون هو موضوعا لحلقتي القادمة، وشكرا.